سراج وناصر. لا، ناصر وسراج. يا شيخ الله يهديك. بس شوف ناصر، أحمد ربك وصلي سجود الرحمة دحين قدامي هنا. والله لولا الله ثم سيدي أبو علي هذا ولا كان دحين كتفوك وباعوك. هذا اسم ساحر. وشو سيدي أبو علي؟ سيدي أبو علي هذا كان زمان عندنا، يجي هناك أيام الحج يجي يبيع سبح وحاجات كده، يقول لك هذه من العاد. إيه هذا اللي نصحك إن حنا ما نسوي التجارة. يا واد كانوا بيربطوك ويبيعوك، والله كانوا حيبيعوك في سوق العبيد. والله شوف أنا يوم شفت أمهم قالوا لي الفيل الأصفر، صراحة قلت لازم إني أسوي تجارة، وهذه من حكم المسلم. حكم المسلم؟ أنت عمرك شفت فيل لونه غير لونه الطبيعي ده، لونه الطحلب مثلا؟ أنت إنسان بلون غريب، لحد الآن ماني شايف لك وصف. أنا إن شاء الله في سفرة كده مرتبها، إن شاء الله حطيتها في السكيجول. أنا أول مرة ترى صراحة، خلنا أصارحك بشيء في تبدي. أنت فين؟ فين فين فين؟ في تبدي. أبغى أقول لك إياه. هذا جوة بطن الإنسان ولا جنبه ولا إيه؟ هذا الكبد، بس حنا يا هالنجد نقول الكاف تا 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 تا. إيه يعني حسبي الله. يلا قلقل وراي، تبدي سبدي. لا عاد تقولها، وإذا حد قال لك قلها قل والله ما أعرف. المهم أنا كل قصدي إني أنا كنت أبغى أسوي مشروع صحيح وغريب، لكنه بيدر علينا أموالا طائلة. يدر؟ أموالا طائلة. يعني أنت جيت تكحلها عميتها، يعني ما خلصت من كلمة يدر جيتني في أموالا طائلة. المهم لا تحسب نفسك ذكي، وإنك أنت أنقذتني وخليتني فعلا أشعر إنك أنت الفائز في هذه الجولة. أقول لك بلا فائز في هذه الجولة، بلا فائز في تلك الجولة. دحين خلينا، أنا اتصلت على العربية ورتبت على رحلتنا الجاية، إن شاء الله رايحين الهند، بلاد الهند والسند. أشوف وجهك تقول لي ندخل في مشروع ولا نسوي كذا ولا كذا. طب اسمع يا سراج، ودي أكلمك في موضوع صراحة. أتكلم؟ ما أنا متكلم حرف واحد إلا في الأوتيل. يا ده الأوتيل اللي فقعت سبدي فيه. هات دينا هون، طقينا وترزعنا في الأوتيل. هات اللي عندك، أطرش ما في داخلك. المهم بغض النظر عن ألفاظك السوقية، لكن أنا ودي أقول لك كلام. هل أنا صديقك الصدوق؟ يا ده مسلسل تيمون وبومبا اللي نعيش ونعيد ونروح ونرجع، حسستني انه انا في رحلة كيف نصيد من الادغال. هل تكون لي مشاعر الاخوة الصادقة؟ اف شيخ اف، بس ايوه اكون لك مشاعر الصادقة التي بها الحب العميق. ما شاء الله تبارك الرحمن، تقدر تقول خشبة الحبس خمس خشبات وخشبة. حق من يقوم يليفك بخشب الأرض؟ أنا أريد أن ألطف الجو ليس أكثر، لأنه في موضوع أنت لو عرفته والله يا عيونك هذه والحواجب ذي اللي كنها طير أني الطير ذان يشرد، ودي أكلمك فيه بس أبيك تهدأ. ما بأي شيء يكون لك ضغينة في قلبك. يا ناصر أهرج رجولي، قامت تخبط في بعض كده تسوي طقطق. المهم شوف، أنت منعتني أني أنا أورد الفيل الصفر صح؟ أطربني، لا تكون دخلت لي في الأسود والنمور والفهود. لا الحمد لله أبشرك، أنا مسوي لك مفاجأة، رسلت كمية كبيرة من العاج للسعودية عشان نبيعها. ناصر أحب أبشرك بحاجة. تفضل. الاستخبارات الدولية قاعدين يستنوك الآن. الآن ولا غدا؟ ها 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 ها. سراج وناصر. لا ناصر وسراج. يا شيخ الله يهديك. بس